السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل، بتبدأ تديله التكست وهو يحول لك التكست ده لصوت. طيب خلينا نجرب مع بعض. هقول له ان انا عايز اعمل لوج ان، ودي حاجات عملتها قبل كده. تمام، سامبلز بسيطة تقدر ان انت تفتحها وتشوف الملفات اللي موجودة قبل كده. طيب انا هبدأ ملف جديد معاكم وتسميه بأي اسم، مثلا اي او عمر مثلا، واقول له ان انا هستخدم اللغة العربية. تمام، وبيقول لي انت عايز بصوت مثلا ايجيبت. تمام، start with idea واقول له submit. انا قلت له فيديو، ممكن تقول له صوت، يعني ليك الاختيارين. بيقول لي هتتكلم عن ايه، هقول له مثلا هتكلم عن التغير المناخي. ماشي. طيب الديوريشن هتبقى دقيقة، وممكن نقول له بقى احنا عايزين ستوك ميديا، او خلينا نقول له ستوك ميديا واقول له سبميت. ممكن اديا او بلوج، او يعمل لك البرزنتيشن، او يعمل لك تويت، او يعمل لك برودكت. زي ما انت شايف في حاجات كتير ممكن يشتغل عليها. فهو هياخد منك الكلمة دي ويحولها لفقرة كبيرة، وبعد كده الفقرة دي يحولها لصوت، وبعد كده الصوت ده يعملها فيديو معاه. كل الحاجات دي هيعملها موقع واحد. كان زمان بناخد على كذا مرحلة، يعني اروح شات جي بي تي اقول له خد الكلمة دي اعملها لي مقالة، وبعد كده خدها على موقع حولها لصوت، وبعد كده خدها على موقع اقول له شغل لي الفيديو معاها. فهو بيختصر لي حوارات كتيرة. فزي ما انت شايف هو كتب لي كذا جملة مش واحدة بس. تمام، وبدأ يحط لي صور مع كل واحدة فيهم. الواقع، التحديات والحلول. التغير المناخي حقيقة لا يمكن تجاهلها. الأرض تتغير، ووتيرة هذا التغيير تسرع بشكل غير مسبوق. الاحترار العالمي، الانفراد الجماعي للأنواع، التصحر، جميعها نتائج مباشرة. تمام، فهو عمل لي حاجة بالشكل ده. تقدر بقى تقول له ماجيك كرييت، وتقول له بقى انا عايز اعمل برزنتيشن، عايز اعمل تويت، برودكت، الكلام ده كله. تقدر تعمل لها داونلود، تقدر تضيف شرائح تانية، تقدر تعمل اوتو جنريت لمشاهد تانية. تمام، تخيل الموضوع ده لو بتعمل مانوال هياخد منك وقت قد ايه. تمام، ممكن تعدل في الاعدادات، مثلا عايز صوت بس، عايز فيديو بس، عايز فيد افكت. ممكن تعمل ترجمة، يعني الفيديو معمول بالعربي خليه بقى بالانجليزي والاسباني والفرنساوي. فده انت تعمل فيديو كتير جدا في وقت بسيط جدا. ممكن نعمله داونلود. تمام، ستارت. بيقول هل انت متأكد من النتيجة دي، ولا محتاج ان انت تعمل بعض التعديلات قبل ما تصدر؟ تمام، بيقول انت ممكن تعمل التعديلات دلوقتي، لكن مش تظهر في التصدير دلوقتي. فزي ما شفت موقع جميل جدا، اغنانا عن عدد كبير جدا من المواقع، وخدها لنا خطوه واحده كده. انت ممكن تعمل قناه على الانستجرام، على التيك توك، على اليوتيوب، من خلال انت تدخل وتكتب العنوان وتاخد بقى الفيديو وتعمل عليه تعديلات بسيطه وتعمله بابلش.